مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجد في إقامة الفتح بالدار البيضاء في موضوع القمة في البشرة صراحة. لمياء شابة عندها 32 سنة، كان عندها الزوج الأول طلقات منه، عندها وليد. قبل من 3 شهور ربطت علاقة مع شاب كيصغرها تقريبا بسنتين. هذيك 3 شهور اللي دوزت معاه طلقات منه فيها. في الأخير كان الرأي ديالو أنه يعنفها بطريقة القمة في البشاعة بالسلاح الأبيض، عندها مجموعة من الضربات على مستوى الرأس والعنق والوجه وما إلى ذلك. الأسباب ومسببات القضية غادي نشوفو معاه. أختي، إذا كان ممكن تعودي لي، كيفاش عرفتي هذا الولد؟ تعرفت عليه كنت كان كاري في حيها ثاني في البراكة، وهو كان كاري في تربوي دادو. كنت لاقيت معاه وقال لي أنا بغي نتزوج، بغي شي بنت الناس باش نتزوج. صافي تزوجت أنا وياه، قلت له راه عندي ولد، ويعني ولدي ساكن معايا. قال لي صافي ماشي مشكل، ولدك هو ولدي ونتعاونوا مع بعضياتنا ونتزوجوا. تزوجت به، مشيت سكنت معاه البلاصه فين كان كاري، كان كاري بيتو كوزينه، سكنت انا وياه تما. صافي ولا في الاول كان مزيان، في الاخر بدا كيعاير لي ولدي وكيضرب ولدي وكيقول لي ولدك ما بغيتوش، بغيتك بوحدك وولدك لا. قلت لي صافي غنمشيو نتحولوا من هنا، نكريو فشي بلاصه اخرى، نكريو شي دار كبيره، بيتو كوزينه ما كافيش مع ثلاثه الناس. مشينا كرينا في السعاده بارطمان، وعاونتني خالتي باش كريت. موراها بدا كيغوت وبدا كيهرس في المواعن، انا ما بقيتش باغي هاد العيشه، انا ما بقيتش باغي ولدك، ديري شي حل، ديري شي حل، ديري شي حل. صافي ملي بدينا كنغوتو انا وياه، قطعت شيو ديال البوطه وهز علينا موس كبير ديال الذبيحه بركي غوت. خرجنا للزنقه بداو عباد الله كيفكوا فينا زعما كاين. صافي بدا كيغوت، قلت لي صافي خويا عرفتي شنو دير، انا وياه كنديروا طلاق اتفاقي ونسمح في كل شيء. مشينا اتفقنا نديرو طلاق اتفاقي ونسمح لي انا في كل شيء. داكشي اللي درت مشينا طلقنا. موراها بدا كيعيط ليا في التليفون وكيصيفط ليا ميساجات خايبه ما كنجاوبوش، بلوكيت ليه نمرتو. صافي حتى داك النهار جا وقف عليا، ما دوى معايا ما حتى شي حاجه، جا وشدني من راسي بركي تقب ليا في راسي وكيدبح فيا، ما دوى معايا ما والو. ما عرفتش علاش دار هكا. هو اصلا خدام بخير، ما كيتعاطى لا مخدرات لا حتى شي حاجه. كيفاش تدار لي هاد الحاله وعطاتو خاطرو باش يهز موس ويبقى يذبح فيا؟ ما عرفتش. دابا جمعتي لي الموضوع كله بشكل مختصر، انا غندقق انا وياك. انت تعودي لي على الزواج الاول بسبب ديالو طلقتي وعندك ولد، والولد شحال عنده من عام، عاد غادي نجيو للعلاقه ديالك مع هاد الزوج اللي دار هاد الجرم. ولدي عنده 12 عام وراجلي الاولاني ما النهار اللي ولدت ولدي كان هو كيدخل وكيخرج للحبس، ما شافش ولده. داكشي علاش تفارقنا، طلقته وهو في الحبس، انا مكبره ولدي بوحدي. صافي وتعرفت على هذا موراه. هذا التعارف اللي عندك مع هذا 3 شهور كلها تعرفتي انت وياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وغنكمل لك السؤال لكن ممكن يساعدني باش الراي العام يستوعب معنا. تلاقيتي انت وياه دغيا جوج ثلاثة، مشيتو تزوجتو دغيا، كلشي دغيا، وطلقتو. دابا راه فيه جواج وتعارف وطلاق وضرب وجرح بهاد البشاعة كلها وهادشي في 3 شهور. كيفاش؟ عطيني نوعية العلاقة ديالك معاه كيفاش بدات؟ كانت علاقة عادية، كان كيعاونني حيت أنا كنت كارية، هو عارف بأنني أنا يتيمة أول حاجة. كان كيعاونني، كنت كنعرفو كيجي كيعاونني بخاصك شي حاجة، خاصك شي حاجة لولدك هادي. في الآخر هو يقول لي علاش أنت غتبقاي كارية هنا وأنا كاري هنا، اللهم نتجمعو مع بعضياتنا وفلوس الكرا ديالنا بجوج نعاونو بهم في بلاصة واحدة. هادشي علاش. أنت يتيمة، شرحي ليا كيفاش. أنا مولودة والوالد ديالي مزوج، يعني يتيمة. ما عندكش خوت؟ عندي خويا، عندي خويا صغر مني واحد، ولي عندي تا هو راه الله يحسن العوان كل واحد، تا هو راه باركة في الدار ما خدام والو، مرة كيخدم ومرة ما كيخدمش، ما يقدرش يوقف معايا. شحال المدة اللي تعرفتي انت وياه عاد دخلتوا الزواج؟ شي سيمانة بحال هكاك، ما كاملاش كاع، كاملاش. حيت في هذيك البيريود اللي انا وياه مع بعضياتنا كنجمعوا الاوراق ديال الزواج. صافي
شي اللي كيتفقنا على الصداق، اتفقنا على كل شيء. قلت ليه والدي، قال لي انا والدي ما تندويش معهم، هو اصلا كاري بوحده والدي، بنيت ما كيدويش معاهم، حيت انا نهار اللي عرفت شو عرفت شو بوحده، والدي مفارق معاهم. كيدير وخدام، خدام في مرجان، خدام في مرجان، خدام في بلاصه الحوت. لا عنده لا صوابق لا والو. لا سيدي ما عنده لا صوابق لا حتى شي حاجه، وما كيتعاطى مخدرات ما والو، بالعكس كان وكل شيء. يعني الا مشيتي كاع سولتي عليه في مرجان كل شيء غيقول لك اطيب خلق الله، كيفاش تدار بحال هكا، حتى شي واحد ما عارف. انا اصلا كنت كنتوقع هاد الشيء ترى ليا من اي واحد، هو ما يديرهاش. كانوا كيحضروني صحاباتي وكيقولوا لي راه كيدوز داير قبيه وكيدوز يعني حاضيك، انا كنت كنقول لا ما يديرهاش، هو بداش ما يديرهاش، ما كانت عندي الثقه فيه. واخا ضرب لي ولدي وهداك الشيء كامل كنقول لا هذاك السيد ولد الناس وما يقدرش ياذيني، زعما يضربني في وجهي ولا ياذيني في صحتي، يقدر يصرفقني، ما يقدرش يضربني بسكين ويخليني بحال هكا كنزف ويمشي يهرب. هو القاعده انه هذا الشيء اللي دار لك ما عندوش الحق بتاتا، من الناحيه القانونيه ومن ناحيه الدين ومن ناحيه الشرع وكل شيء، انا معاك. غا هو كاين سؤال غيطرحوا الناس في نظرك انت، شي حاجه قلتي ما توقعاش منه، علاش غيدير لك هادشي؟ حلك وجهك بجنوي الراس العنق كاع البليص ضربهم، علاش؟ هذا هو السؤال. هو كيقول بدافع الغيره، هو ما كانش باغي يطلقني، هادشي اللي قال في المحضر، قال بدافع الغيره شاري هذاك الموس باش ينتقم مني باش يقتلني، بدافع الغيره. هو كيغير عليا وكيبغيني بزاف، هادشي اللي قال هو في المحضر. وانت هاد الغيره اللي كيغير عليك هو عطيتيها شي قيمه ولا لا؟ ملي كنت مزوجه به، ملي مطلقه منه راه ما عنديش لاش غنعطيه قيمه، هو انا مطلقه منه يعني ما كاين لاش، انا مطلقين يعني ما نقدر زعما كاين نقول لا راه غنجرحو ولا شي حاجه، واصلا ما درتش شي حاجه باش نخليه هو يوصل حتى لهذيك لاكسيون باش يضربني، ما درتش شي حاجه يعني عادي. قولي لي على النهار اللي ضربك فين كنتي؟ انا كنت خدامه، كنخدم في ضرب وعزه ميناج في واحد الدار ديال واحد الكوار. جيت من الخدمه دخلت للصالون عند صحاباتي، ريحت معاهم شويه، قلت لهم بسلامه. الصالون ديالك ديال الحلاقه. خرجت من الصالون قلت لهم بسلامه، مشيت في حالاتي، خشيت الطاكسي، نزلت حدا مدرسه عبدو باش ناخذ لولدي عصير في محلبه الشاويه وناخذ السريعه وحده واحد الساكه تما كاين. انا ما بشي دومونديت على العصر، جيت وقفت حدا الساكن مع وقفت مع شدني من هنا بدا كيضرب ما دواش بموس على حاده، بقى كيضرب ما دوا اللي كيضربك اش قال لك؟ ما كيدويش، شدني من هنا وكيدور فيا كيما بغى وكيضرب كيضرب، والناس تجوقوا عليه كيقولوا ليه طلق البنت طلق البنت، كيقول لهم اللي قرب ليا نقتلو بواحد الطريقه وحشيه. وانا ملي كنهز راسي كنشوف فيه، مع انا نزفت بزاف، ملي كنهز راسي كنشوف فيه بحال هكا تيبان ليا عينيه حمرين بزاف، بحال شي واحد وحش ما عرفتش كيفاش داير. صافي موراه ملي كملت الضرب بالزربه هو يهرب، ملي هرب انا بقيت كنغوت كنعيط ليه كنقول ليه اشرف اجي عاوني اشرف اجي عاوني، هو هرب. تبعو الناس جيت ارض دار زماط وشدو تما، بقى كيدير لهم كيهددهم بالموس وما بداو كيشيروا عليه بالحجر حتى سخف، ملي سخف طاح مع هو غلط دفن الموس في الارض وجا عند البوليس ما يعتقلوه، جابوه للسبيطار. انا كنت في السبيطار ديك الساعه، مشيت للسبيطار ما قدرتش نتسنى الاسعاف حيت نزفت بزاف، مشيت للسبيطار الحسني داروا لي فاصمه، صافي ركبت سياره الاسعاف باش نمشي ل 20 غشت. جاو عندي البوليس خداو سميتي وكنيتي وسميت الاب ديالي والام ديالي، هو كانوا شادين وبارك ديك الساعه في الصافيط. صافي قلت جاوبتهم دغيا، دار ليا فيديو باش هضرت معاهم ومشاو. صافي مشيت انا ديك الساعه ل 20 غش، داروا ليا دخلت شتني الطبيب، دار ليا بدا كيخيط ليا، دار ليا البنج بدا كيخيط ليا وقلب ليا الضربه وكوى ليا العروق ديال هنا ديال عنقي وديال هنا ديال راسي. صافي وداروا ليا بلاكه ديال الصدر على حسب اللي يكون عندي شي نزيف داخلي ولا شي حاجه، ساعه ما لقاو والو الحمد لله. ولكن انا ملي كان كيخيط ليا الطبيب كنقول ليه هاد اللي دميت عليا ميت عليا ميت عليا
موراها اكتشفت بان عندي جوج عروق هنايا مضروبين، وملي خلاو ليا هاد البلاصه هادي كيضرب فيها الضو فهاد الصباح هذا، وهاد الحاجب مشى ولا باراليزي، خاصو ندير ليه دابا الترويض باش يرجع كيما كان، حيت متقبل ليا هاد البلاصه هنا ديال الناظر. عندك الغرزات هنا وهنايا؟ من هنايا وعندي ثقبه هنايا، هاد البلاصه ديال الناظر مشقوبه، هي اللي دات لي الحاجب ديالي مابقاش كيتحرك. هادشي اللي كاين. انا بقى عندي سؤال اخير ونعاود نرجع للقاعده، هو ما عندوش الحق بتاتا يدير لك هادشي، قلت لك بلا بالشرع ولا بالقانون، غير هو السؤال كيدوي على هاد الغيره، في نظرك انت شنو الحاجه اللي استفزاته في الغيره تخرجها بهاد الطريقه هادي اللي ما غير على الله للعبد؟ ما عرفتش انا ما استفزيتو ما والو، هو كان كيصوني في هذيك الوقت، انا بلوكيت نمرتو، بقى كيصوني في التليفون بلوكيت نمرتو، يمكن ما تقبلهاش، يقدر يكون قال لها هادي راه غادا لشي بلاصه، وانا هو شافني في الصالون غايقول راه غادا لشي بلاصه، علاش بلوكات لي نمرتي، علاش هادي، تقدر هادي حركات فيه الغيره، يقدر اي حاجه تقدر ممكنه طبعا، ما نقدرش نعرف شنو طرالي في هذيك الساعه، بقى كيصوني كيصوني كيصوني، كنقطع كنبلوكي كنقطع كنبلوكي، وكيعيط بنيميرو بخيفي، وانا عارفه هو اللي كيعيط بنيميرو بخيفي. من العائله ديالو ملي وقعت هذا الواقع ماشي عندك تحت من عائلته، وما شرح لك الاسباب؟ عيطت لي اختو الكبيره وقالت لي راه قالت لي اخويا هادشي ماشي نورمال، هادشي اللي طرا لي ماشي نورمال، يا اما سحر يا اما شي واحد حرشو عليك، قالت لي حيت انا خويا وكنعرفو انا اللي مربيه، وطلبات مني باش نمشي عند الرئيس نمشي للمحكمه ونبرئو، ماشي تنازل، نبرئو ونقول لي انا كان دارني راسي كنديخه ما عرفتش شكون اللي ضربني، هاد السيد راه بريء بحالك. قلت لها اختي شاد انا كاميرا وهادي، ما نقدرش انا نكذب، وزيد من خوك انا ما كذبتش عليه، يعني كون ما ادانيش راه ما غاديش يوصل معايا لهاد الشيء كامل، صافي هادشي اللي كاين. دابا انت ملي طلقتي منه قبل كنتي كتخدمي قلتي عند الناس، دابا كيفاش كيف تشوفي الحياة دابا؟ لا خدمة لا حتى شي حاجة، دابا ما كاين لا خدمة لا والو، حتى الناس اللي كنخدم عندهم كيديروا بحال شي ريستو، هما عندهم في الفيلا ديالهم كيجيو عندهم الناس، خاصني ضروري وجهي هو كلشي، يعني هو مشى للحبس ما نقدرش نقول لك عايش بخير، حيت كل واحد يعلم بيد اللي خلقه، ولكن ما هو معذب راسو وعذبني حتى انا، ضيعني لا مستقبل لا حياه لا والو، المجتمع ما كيرحمش، هذيك النهار وانا واقفه في المحكمه وحده باغا غير ندخل ويدفعني ويقول لي اش مكيره، ما عرفتش شنو اللي طاري لي انا باش وليت بحالك. انا بقى عندي سؤال اخير واحد هو اللي كاين، الله يفرج عليك يا ربي، واش ما كتشوفيش هاد 3 شهور هذا هو زواج الزربه؟ جوج ثلاثة تزوجتو مازال ما عرفتيش، مازال ما عرفكش، ما. على حسب التصريحات اللي عطيتينا انت، دويلي على 3 شهور، دا ما ساهلاش 3 شهور تزوجتو تعرفتو فيها تزوجتو فيها طلقتو فيها درتو فيها كلشي، العقد ديال الطلاق هو هذا، شرحي لي 3 شهور هادي. هو ما كانش باغي يطلقني، انا اللي فرضت عليه باش يطلقني، وقلت لي نسمح لك في كلشي، حيت هو كاتب لي في مؤخر الصداق 1.5 مليون، انا قلت ليه مقابل ديال هادشي غنتنازل لك على ديك 1.5 مليون والحقوق ديالي باش تكري لي 3 شهور، حيت عندي الحق يكري لي 3 شهور، قلت ليه نديرو طلاق اتفاقي ونسمح في جميع الواجبات ديالي، قال لي مرحبا الا كنتي تسامحي في هادشي مرحبا، اما هو ما كانش باغي يطلق وكيعيط للناس، وكان كيمشي عند صحاباتي وكيمشي عند خالاتي وكيقول لهم انا تنبغيهم وما باغيش نفرط فيها. مزيان، جيني لسؤال اخر، قبل ما يدير هاد الواقعه علاش خرج من عندك هذا القرار ديال الطلاق النهائي؟ يعني غادي يكون خرج في شهر ونص ولا في شهرين ياك، علاش؟ واش ما بقيتيش بغيتيه ولا هو تيبغيك وانت ما تتبغيش ولا؟ فهميني. بالعكس انا تنبغي، هو كان كيبغيني، وتزوجنا عن حب، ماشي زعما تزوجنا غير هكاك. علاش خرجتي في هذا القرار؟ حيت تعذبت بزاف، صبرت بزاف، هو خدام وتيمشي كيخرج للخدمة وتيخليني أنا وولدي بالجوع، وتيهيني وتيستفزني بزاف بالألفاظ الخيبة ومعيور، ما بقيتش قادرة نصبر، لا ماكلة لا حتى شي حاجة، ما بقيتش قادرة نصبر، وثلاثة المرات هو كيجري عليا وكنرجع كنقول لا رجع لداري،
كيصيفطني وكيشدوني صحاباتي وكيقول لي صافي وهز حوايجي وكلشي وكيجي عاوتاني كيطلب وكنرجع في نفس النهار مره اخرى ثلاثه المرات يعني مليت. اللهم من الاحسن تفارقوا. تفارقت زعما باش ما يطرى حتى شي حاجه اللي خايبه. ساعة داكشي اللي خفت منه هو اللي طرى. بقى عندي مسؤولك على الطبيب، شنو قالوا لك الاطباء على داكشي اللي في وجهك دابا؟ خصو عمليه داكشي ولا شنو؟ مشيت كنت مشيت عند واحد السيد كنت طلبتو، مشيت للكلينيك زرادة وشافني واحد السيد وقال لي انا نحاول نوقف معاك نشوف لك اللي يدير لك عمليه لوجهك. ما بقاش جاوبني دابا لحد الان. ودابا ما عندكش باش تعيشي انت؟ ما عندي حتى شي حاجه، يعني ما جاوش شي ناس كيعاونوني، كل مره كيجيب لي شي واحد شي حاجه ما عنديش. لمياء الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال لمياء، الزواج ديال 3 شهور، مجموعه من علامات استفهام في هذا الموضوع، ولكن العنوان الاكبر هو السر بين الزوج والزوجه لا يعلم الا الله عز وجل. مشاهدينا الكرام في كلتا الحالات ليس له الحق ان يرتكب هذا الجرم بهذه البشاعه، ضربات بالسلاح الابيض على مستوى الوجه والعنق واماكن اخرى وهي عندها وليد. غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وجود المغاربه كل من ساعد هذه الاخت اجر محسوم عند الله عز وجل. مشاهدينا الكرام سوف ابقى ان شاء الله متتبع لحيثيه القضيه ديالها وسوف اوفيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.